طيب عندكم الحين أهداف الموسم، مش أهدافكم أنتم كفريق الآن، مشارك آسيويا، كان وصيف سوبر، كان بطل كاس، صحيح، مش أهدافكم هالموسم؟ والله أهدافنا أنه نبني فريق جيد يستطيع أن يزاحم فرق الوسط على الأقل، أن يعني لا يتكرر المشهد اللي صار في السنتين الأخيرة من حبس الأنفاس حتى آخر الجولات. يعني فأنا أعتقد أن الفيحة بالإمكانيات الموجودة لديه حاليا قادر على أنه يؤمن نفسه إن شاء الله من وقت مبكر. لدينا أيضا مشاركة آسيوية الحمل علينا فيها ثقيل جدا، لأننا نمثل للوطن وودنا أنه نقدم المستوى اللائق بهذه المشاركة في مشاركة أشقائنا. وين ممكن توصلون في البطولة الآسيوية وتعتقد يعني فنيا خلال العناصر عندك؟ والله أنا أتمنى، طبعا أنا أحب دائما في العمل أنه يكون يعني ستيب باي ستيب، يعني ما ودك أنك يعني تروح بعيد. الآن في مرحلة المجموعات أنا أتوقع أنه الفريق قادر على أنه يتأهل من المجموعة إن شاء الله، طبعا كل ذلك بعد توفيق الله عز وجل وتيسيره، ومن ثم يعني تتجدد الأهداف وكل مرحلة يعقبها مرحلة أخرى. هو التحدي الكبير فقط اللي هو تزاحم المسابقات في هذه الفترة، كأس الملك وكأس آسيا والدوري. يعني أنا جالس أشوف الجدول قبل يومين، قرابة 20 مباراة في أقل من 3 شهور، يمكن في شهرين ونص تقريبا 20 مباراة. يعني مثل الأندية اللي ما عندها استعداد كامل من بداية الموسم وعندها صف ثاني جاهز ممكن أنها تعاني، لكن إن شاء الله أن وضعنا بالفيحة إن شاء الله أنه جيد، وبإذن الله تعالى أنه نستطيع أنه نتجاوز المرحلة الصعبة. طيب.